التطورات على الأرض في لبنان بالتأكيد لا يمكن أن نسمعها إلا من مراسلنا أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد، أهلا بك معنا. إذن تطورات كثيرة، الوضع يتفاقم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ضعنا في صورة هذه التطورات أحمد. نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية قائما، بالعكس يتوتر يوما تلو الآخر. في الساعات ال 24 الماضية أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 9 عمليات تجاه أهداف عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب أو في جنوب لبنان أو في الشمال الإسرائيلي. هذه الأهداف تنوعت ما بين القطاع الشرقي والغربي والأوسط على مدار اليوم. في المقابل أيضا نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من العمليات التي استهدفت منازل وبلدات في القطاعات الثلاث، وخصوصا التركيز على القطاع الأوسط الذي يعد القطاع الأكثر تواجدا لقوات حزب الله في هذه المنطقة. اليوم هناك قصف مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف البلدات دون الوصول إلى المنازل أو المناطق التي اعتاد استهدافها على مدار الأيام الماضية. هناك قصف على أطراف بلدة مروحين في القطاع الأوسط، قصف على أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي من الحدود الجنوبية. هناك أيضا استهداف لسيارة كانت موجودة في منطقة عيد الشعب في القطاع الأوسط. هناك العديد من القصف المكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف البلدات اليوم. في المقابل أعلن حزب الله أو نعى حزب الله 4 من مقاتليه الذين قتلوا في غارات أو ضربات جوية في سوريا صباح اليوم. ربما هذه ليست المرة الأولى التي ينعى فيها حزب الله اللبناني عدد من مقاتليه في سوريا منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية أو منذ بداية عملية طوفان الأقصى في 7 من شهر أكتوبر الماضي. وبالتالي ربما هذا الأمر ينذر بمزيد من التصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية في الساعات المقبلة. طيب أحمد، يعني كيف يستقبل الشارع اللبناني خصوصا الصحافة منه هذه التطورات، خصوصا أن الحكومة اللبنانية دائما كانت تؤكد على أنها بعيدة عن موضوع الصراع الدائر الآن في الجنوب، ولكنها يعني تدين ويعني تجلب ما يجري هنالك؟ نعم، ربما الشارع اللبناني هناك العديد من اللافتات التي انتشرت في شوارع العاصمة بيروت وفي عدد من المناطق بالتزامن مع أعياد الميلاد وأيضا رأس السنة الميلادية والسنة الميلادية الجديدة. هذه اللافتات مكتوب عليها لبنان لا الحرب. هناك حالة من الرفض والدعوات من الشارع اللبناني بشكل عام بتجنب وتجنيب لبنان الحرب الشاملة التي ربما تفاقم معاناة الشعب اللبناني الذي يعاني بالأساس على مدار السنوات الأربع الماضية من العديد من الظروف الاقتصادية والسياسية وأيضا المالية والمعيشية في مختلف القطاعات. فربما الشارع اللبناني يرفض بشكل كبير جدا توسيع العمليات في الجنوب اللبناني، يدعو إلى أيضا إنجاح المساعي الدبلوماسية وخصوصا المبادرة الفرنسية والمبادرة الأمريكية اللتين تم إطلاقهما على مدار الأسابيع الماضية من أجل احتواء التوتر في الجنوب اللبناني. نعم. وإبعاد الجبهة اللبنانية عن مسار الحرب الشاملة التي كثيرا ما هدد بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية. نعم، أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان، من بيروت تحديدا. شكرا لك على هذه الرسالة وحفظكم الله.